أنا مصطفى من سوق سبت، جماعة قيادة سوق سبت، عمالة جماعة ولاد نصر. مات لي واحد الدري في 2008، مات لي بقصيدة. جا المحامي، ديت دوسي للمحامي في 2008 بن ملال. المهم ديت لي دوسي 2009 شد الفلوس، ها دوسي ديال المحزر اللي عطاو ليا جدرمية. المهم ديتو ليه، عطيتو ليه 2009 شد الفلوس، تنمشي لعدو تيقول لي ما باقي ما شادش، باقي ما حتى 2015. انا مشيت لاسورانس وسولت. المهم مشي 2015 عيطت عليا، مشيت عندو انا والمرا، قال لي صبر ليا 8 ايام وجي لعندي راشيك خرج. قال لي صبر ليا 8 ايام، صبرت عليه ديك 8 ايام، مشيت نصيبو مذكر من المحل، ما خليتني تعيطو. تعيطو الوكيل ما دار ليا، دارت النيابة العامة ما دارت ليا، ما دارت معايا حتى حل. ما خليت فين، دارت الوزير العدل ما داروا معايا حتى حل. ديك الدنيا ديال ولدي شدها وهرب. جيت البنكة عطاوني الشيك. جيت البنكة انا راني كنت في اختي، راه قال لي راه شادهم في 2009 تنطلب الحقوق ديالي. انا بغيتهم يلقاو ليا ولدي ضاع، انا جيت لعندكم باش. ايوا عبد الله، بغيت الناس اللي في القضايا ياخذوا لي حقي. انا عندي الحجوج ديالي، كل شيء هما هنا.